elle dit tout. صباح الخير بنال. صباح النور وسيم. صباح النور لكل المستمعين. كما قلت أزمة دبلوماسية جديدة اليوم باش نتحدثوا عليها. الموقع الرسمي للحكومة الكندية وفي بلاغ صحفي عن ليزافير مونديال أعلنت على 6 دبلوماسيين بمن فيهم لومباسادور وموظفين قنصليين هنود وصلهم أن أفي ديكسبولسيون دو كندا، وأكدت أنه صحيح العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ترجع لما يعادل 75 عام واللي بيناتهم صحيح دي ليان هيستوريك كوميرسيو اي انتر بيرسونيل، ولكن مصلحة مواطنيها وحماية سيادتها تأتي أولا. نيو دلهي كيف أعلنت على الإكسبولسيون دامباسادور وديبلومات كنديين من على ترابها. الأزمة الدبلوماسية هذه بدأت ملامحها تترسم من جوان 2023، دات كلي الحقيقة صار فيها قتل لأرديب سينغ نيجار، ولابوجي كانت مع تصريحات ترودو نهار اثنين هذايا. خلينا نرجع لأصل الأزمة وعملية القتل اللي صارت هذه في صيف 2023. شكونو أرديب سينغ نيجار اللي موته تسبب في الأزمة الدبلوماسية؟ هذا السؤال اللي طرحته جريدة لو باريزيان واللي حكيت جوستمون عليه، وقالت أنه يعتبر أن سيباراتيست سيخ ولجأ لكندا من سنة 1997 وين كان في بلاده متهم بالإرهاب. حسب موقع بي بي سي فإنه لاجونس ناسيونال دونكيت انديان وإلا ما عبرت عليه هي بلي سيرفيس سكري انديان كما قالت كانت عرضت مكافأة مالية قيمتها كانت في حدود 12,000 دولار لكل من يقدم معلومة تساعد على إيقافه وقتها. بعد أكثر من عام أبحاث بعد عملية القتل، الشرطة الفيدرالية الكندية أعلنت لهنا جوسيت لامبليكاسيون داجون دو غوفرنمون دو لاند دون des activités criminelles graves au Canada et notamment l'assassinat de Hardeep Singh Nijjar. الإعلان هذا خلى الوزير الأول الكندي جاستن ترودو يصرح اللي هو نزد جوسيت الهند قامت ب une erreur monumentale en choisissant d'utiliser leurs diplomates et le crime organisé pour attaquer les Canadiens. هذايا اللي كتبته وعنونته France 24. من جانبه وزير الشؤون الخارجية الهندي كان أكد اللي بلاده بلوتو تحتفظ بحقها في اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد مزاعم الجانب الكندي ضد الدبلوماسيين الهنود. هذا بيان ايفيدامون ميزا بار ليكسبولسيون كما قلنا للامباسادور ولبعض الموظفين القنصليين. موقع ليزافير التابع لميديا كنديان بيان ايفيدامون يتحدث على تاثير الازمه الدبلوماسيه هذه على العلاقات الاقتصاديه والتجاريه بين البلدين، ويتحدث على لاكور دو بارتناريا ايكونوميك جلوبال اند كندا اللي ينجم يزيد يتعطل اكثر ما هو معطل. D'ailleurs, le directeur de l'India Innovation Institute de l'Université de Toronto كان أكد اللي الأزمة هذه elle va avoir certainement un impact négatif على المؤسسات الكندية اللي تحاول أنها تخدم في الهند والعكس بالعكس. bien que وزير التجارة الدولية في كندا حاول يطمن الشركات الكندية.